الأخ يسأل يقول: هناك بعض المرضى وهم على فراش الموت تطول مدة الاحتضار بالنسبة لهم حتى تصل إلى ساعات طوال، فيضيع عليهم صلوات في ذلك الوقت الذي يحتضرون فيه، فهل يؤاخذون بذلك؟ الجواب: طالما أن هؤلاء في حالة لا يعون فيها ما يحصل حولهم ويحتضرون، فإنهم لا يؤاخذون ولا يخاطبون أصلا، لأنه مرفوع عنهم القلم، فهم في حالة أشد من حالة النائم. أما إذا كان الشخص واع ويعرف ما يدور حوله ويستطيع أن يؤدي الصلاة وإن كان بغير وضوء وبغير أداء للأركان على ما يجب أن تؤدى عليه، فأن يومئ برأسه أو بعينه، فإنه يجب عليه أن يصلي ويؤاخذ بذلك طالما أنه في وعيه وعنده القدرة على أداء الصلاة بقدر استطاعته، والله تعالى أعلم.